النهارده بس كده هنتكلم في موضوع مهم جدا، موضوع اسمه الكارير ديفلوبمنت. كارير ديفلوبمنت، وفي موضوع كتير هنتكلم فيها النهارده ليها علاقه بايه؟ ليها علاقه ازاي تلاقي فرص شغل كويسه، ازاي تطور من نفسك، ازاي تعمل السي في بتاعك، ازاي تظبط لينكد ان اكونت بتاعك، ازاي تعمل اكونت على وظف عشان تقدر تلاقي فرص شغل. فرص شغل يعني في شويه كلام كتير خالص ممكن نتكلم عنه النهارده ان شاء الله تعالى. فشو دراكم معانا، عاوزين يعني في اجل كده من ساعه ولا ساعتين ان شاء الله نكون خلصنا كل حاجه. تمام؟ تعال نبدا نمسك الموضوع من البدايه خالص كده ونشوف الدنيا فيها ايه. تمام؟ اي واحد عشان يشتغل فهو قدامه ثلاث طرق. اول طريقه، تمام؟ اي وظيفه اي حاجه من ثلاثه. يا اما تشتغل موظف، تمام؟ مش موظف هنا مش معناه موظف الحكومه يعني. لا، تاخد بوزيشن في شركه، تمام؟ طيب بس ما تملوين او لا، انا مش بحب اروح اقعد من 8 الصبح لحد 5، انا مش عاوز كده، انا عاوز ابقى حر بس في نفس الوقت عاوز شغل. فاهم الفكره؟ فبالتالي هتلاقيك تحولت لواحد بيسميه فريلانسر زي حالتي انا كده. انا اشتغلت الحمد لله في شركات كتيره خالص يعني ليا 7 سنين بشتغل، تمام؟ بس وصلت لمرحله من الساتوريشن، يعني بيسموها من الساتوريشن ليفل اللي هو ايه؟ مستوى التشبع. انا خلاص مش قادر يعني استحمل ان انا اشتغل موظف تاني، فتحولت من المرحله دي للمرحله دي. هل ممكن واحد يبدا بدي على طول؟ هنوضح بعد شويه. يعني هل ممكن انا لسه ما اشتغلتش في الشركات وابدا بدي؟ مش مشاكل عادي، بس هي ممكن تبدا تاخد حل رمضان. طيب اخر حاجه وهي مش موضوع كلامنا النهارده، هو يعني ان انت بس تعرف تاخد كورنر. يعني انت بقى عندك البيزنس بتاعك، حتى لو كان البيزنس ده يعني مع كل احترامي محل بجد، واخد بالك؟ فانت صاحب البيزنس، انت اللي بتديره وانت اللي مسؤول عنه، ولو البيزنس ده كسب انت الكسبان، ولو خسر انت هتصنعه. فاهمين الفكره؟ فالشاهد في الموضوع ان الجزئيه دي احنا النهارده مش هنقدر نتناولها. ليه؟ ده موضوع تاني، ده موضوع تاني لوحده خالص. احنا هنا بنحاول نقول للناس لو انت عاوز تشتغل كموظف او كفريلانسر ازاي تسوق لنفسك؟ حتى احنا ممكن نسمي عنوان الموضوع ده ابيع نفسي. تمام؟ احنا النهارده عايزين فعلا هاو تو سيل يور سيلف، ازاي تبيع نفسك عشان الناس تشتري؟ يعني ازاي تعرض نفسك وتقدم نفسك للناس بحيث ان الناس تقتنع بيك فعلا ويبقوا منبهرين لدرجه ان هم مش صابرين ان هم يعينوك، عاوزين يشغلوك معاهم. فاهمين الفكره؟ فالموضوع اللي احنا ان شاء الله تعالى هنتكلم فيه النهارده ازاي اسوق لنفسي عشان اشتغل يا موظف في شركه يا اما فريلانسر. طبعا الموضوعين زي دول كل واحد فيهم برضه عاوز سيشن لوحدها. يعني احنا النهارده جايين نديكم البريف بالغيب زي ما بيقولوا كده، جايين نلخص الكلام عشان الناس اللي عاوزه تاخد خطوه ومش عارفه تاخد الخطوه. تمام؟ طيب تعالوا نبدا على بركه الله. عشان تشتغل امبلوي او فريلانسر انت لازم تسوق لنفسك. طيب اسوق لنفسي ازاي؟ اهم حاجه تقدر تسوق بيها لنفسك هي ايه؟ هي الريزومي بتاعتك. اهم حاجه تسوق بيها نفسك هي الايه؟ الريزومي. الريزومي اللي هي اللي حضراتكم بتسمع عنه اسمها ايه؟ سي في. سي في اختصار كلمه كريكولم فيتا، تمام؟ اللي هي السيره الذاتيه. بس السي في اللي ما يعرفش، السي في المفروض بتبقى خاصه بالدكاتره، الناس الاكاديميك، اعضاء تدريس وكلام زي كده. ده اللي بيعمله اسمه سي في، السيره الذاتيه بتاعته. لكن الناس بتوع الناس بروفيشنال وايز اللي بيعملوه اسمها ريزومي. كلام كويس؟ فدي اول حاجه انت محتاجها عشان تبدا تتحرك وتقول للناس يا اخوانا انا فلان، فلازم تعرفهم بنت بشخصك. يعني اديك مثال بسيط، انا لما قبل كده كنت حابب جدا لوحده فراح قال لي ايه؟ طب هات لي ورقه فيها تفاصيل عنك. اهلا، مش عارف والدك بيشتغل ايه، والدتك بيشتغل، كلام زي كده صح؟ فهو لو انت هتروح تشتغل بشخص هات لي ورقه فيها تفاصيل عنك. تمام؟ فاول ورقه هو احنا محتاجين عشان دي فيها تفاصيل عنك هي ايه؟ الريزومي، السي في بتاعتك، خلاص اللي هي الدارج اللي هي بيقول لك ايه؟ السي في. بس هي ملف اسمها ريزومي. تمام؟ لما جبت ريزومي ده ملف في دوكيمنت او ممكن تعملوه انتوا كديزاينر تعملوه على انديزاين، تمام؟ يبقى ده ملف جاست بس ايه؟ دوكيمنت. الدوكيمنت دي انت بتبعتها على الايميلز، بترفعها على الويب سايتس مثلا اللي هي شغاله في موضوع الجوب هانتنج وكلام زي ده عشان تقدر تسوق بيها نفسك. طيب دي اول خطوه. انا جبت دي. في الوضع الحالي ما ينفعش. ما ينفعش يبقى عندك الريزومي بس.
لا، لازم تبدا تتحرك ان يكون عندك حاجه بنسميها لينكد ان اكونت. مش عارف حضرتك سمعت عن لينكد ان قبل كده ولا لا؟ بس لينكد ان واحد من اشهر التشانلز اللي شغاله في مجال السوشيال ميديا. هي سوشيال ميديا مخصوصه للناس البروفيشنالز اللي عاوز يزود فيها نفسه، يسوق فيها شغله، يسوق فيها شركته، حتى يشتغل على لينكد ان. فهي بزنس وايز، حتى هي نوع من انواع البيزنس بنسميه بي تو بي، بزنس تو بزنس. كلام كويس. فالنهارده احنا برضه ان شاء الله من الحاجات اللي هنتعلمها بقى، لما نتعلم ازاي نعمل السي في بتاعتنا، ان احنا ازاي نعمل لينكد ان اكونت. ليه؟ لان لينكد ان اكونت هسالك عن نفس الحاجات اللي مفيده في السي في. احكي لي عن الاكسبيرينس بتاعتك، احكي لي عن الاوردز، وات ايفر. كلام كويس؟ طيب، فده بالنسبه لتاني حاجه هنحتاج نعملها. تالت حاجه، ودي حاجه مهمه جدا، ممكن تلاقيها عند بعض الناس وناس تانية لا، بس انت كديزاينر ما ينفعش ما تلقاش عندك حاجه بنسميها بورتفوليو. يعني ايه بورتفوليو؟ بورتفوليو اللي هي حتى لو انت دورت عليها كده هتلاقيها الحافظه او شنطه او حاجه زي كده. لا، احنا اللي نقصده هنا سابقه الاعمال. ايه اللي انت عملته قبل كده يخلينا نتاكد ان انت فعلا بتعرف تشتغل. كلام كويس؟ بعد ما عملت دول انا كده بجيت جاهز. تمام؟ ان انا ابدا اقول للناس يا اخوانا انا عايز اشتغل. تمام؟ عشان تقدر تلاقي فرصه شغل هندخل في المرحله الاخيره اللي هي مرحله الايه؟ الجوب هانتنج. تمام؟ جوب هانتنج اللي هي ايه؟ خلاص انا عايز ادور على فرصه شغل. ادور فين؟ ما انت برضه لازم تقول لي. احنا النهارده هناخد المراحل دي كلها ان شاء الله تعالى بالترتيب. كلام كويس؟ واخيرا، طيب ربنا كرمك وجيت شورت ليست في وظيفه، ازاي بقى تستعد للانترفيو وتعمل ايه في الانترفيو؟ تمام؟ واتس نيكست؟ يعني عايزين نشوف ايه الخطوه اللي بعدها. فهي زي ما تقدروا تقولوا كده ايه؟ هي رحله صغيره. خلاص؟ رحله بناخدها من اول لما تبدا تعمل السي في بتاعتك وتظبط لينكد ان اكونت بتاعك، تعمل بورتفوليو بتاعتك عشان تقنع الناس بشغلك، بعدين تبدا تدور على فرصه شغل. تمام؟ واخيرا لما تبقى شورت ليست في وظيفه تروح الانترفيو بتاعك. تعال ندي مثال كده لواحد ديزاينر، معانا النهارده ديزاينر احمد حمود، تمام؟ هو الديزاينر بتاعنا. واحمد عاوزين نعمل له الكلام ده كله. هنحتاج اول حاجه نعملها ايه؟ نجيب احمد ونروح نعمل له الريزومي بتاعه، نقعد معاه. انت احمد ايه اللي بتعرف تعمله؟ ايه اللي انت عملته قبل كده؟ شاركت في انشطه؟ شاركت في حاجات؟ وات ايفر. مش لازم احمد النهارده يكون يعني عشان ايه؟ الناس مركزه على احمد. لا، مش لازم احمد. ممكن نتكلم على اي حد تاني. تمام؟ بعد ما نخلص دي نروح نظبط لينكد ان اكونت، فنوريكم امثله لاكونتس حلوه في لينكد ان وازاي تعملوا زي ده. كلام كويس؟ بعدين نظبط البورتفوليو. ما ينفعش انت واحد زي احمد بنقول عليه ديزاينر وما يبقاش عنده بورتفوليو على موقع زي بيهانس مثلا او ديفن ارت مثلا. تمام؟ ما ينفعش، لازم تكون موجود في الموقعين دول. تمام؟ او على الاقل في واحد فيهم. وبعد كده تبدا تدور على جوب هانتنج. جوب هانتنج زمان كان يقول لك ايه، تجيب الجورنال وتقعد تدور فيه على الوظيفه. الكلام ده مش موجود دلوقتي. دلوقتي في مواقع متخصصه في الاونلاين جوب هانتنج، يمكن من اشهرهم مواقع وظف ومواقع بيت. عايزين برضه نعلمك ازاي تعمل اكونتس على المواقع دي وتبدا تجهز ان شاء الله انك تشتغل عليها. واخيرا الانترفيو، ايه الحاجات اللي تاخد بالك منها في الانترفيو؟ وايه الحاجات اللي ما تعملهاش والحاجات اللي تعملها وهكذا. انا اتمنى الوقت يكفي نخلص كل الكلام، بس ان شاء الله تعالى يعني احنا النهارده زي ما قلنا بندي بريف ريف. احنا ده كورس اصلا كامل، ما ينفعش اديك سيشن واحد. تمام؟ فالنهارده بس عاوزين نساعد الناس اللي هم اول مره يسمعوا عن الكلام ده ازاي ياخدوا خطوه. خلاص؟ طيب تعال نبدا باول حاجه، ازاي السي في بتاعتك؟ اوكي.